من هم أهل السنة والجماعة؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول كلها في النار ويستثني واحدة. فما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حرصهم على أن يكونوا من الناجين، ما كان منهم إلا أن سألوا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه، قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسنة هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتقادا وسلوكا، ماذا كان يعتقد، كيف كان يسلك، هديه صلى الله عليه وسلم، من يعتمد هديه ويقتدي أثره صلى الله عليه وسلم. والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اقتدى أثره وأثر أصحابه فهو الناجي.